المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أنا برحب بحضرتك معنا دكتور هشام، واسمح لي أبدأ مع حضرتك بسؤالك عن كيف قرأت رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في فعالية دعم فلسطين والتي عقدت باستاد القاهرة الدولي؟ تفضل. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. طبعا امبارح كانت كلمة السيد الرئيس كانت شديدة الأهمية، وأنا بعتبرها يعني تاريخية في مضمونها، في لحظة فارقة من القضية الفلسطينية. خلينا نقول إن هي حملت رسائل واضحة بتدل على عقيدة سياسية راسخة فيما يتعلق يعني بالثوابت الوطنية المصرية التي لا تقبل المزايدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. طبعا الرئيس اكد على معاني مهمه جدا، ان هو قالها من كتير في على مدار الازمه والصراع في غزه والحرب من الاحتلال الاسرائيلي على اخواننا في غزه، ان هو عمليه التهجير سواء في الداخل او في الخارج ده امر مرفوض نهائيا، غير قابل للتنفيذ، وخصوصا كمان اذا كان يتعلق ان هو التهجير القسري ده او غيره على الاراضي المصريه، وان ده امن قومي مصري، وان مصر لن تسمح ابدا بتصفيه القضيه الفلسطينيه وخصوصا يعني على حسابها. طبعا بيدل بتصريح واضح جدا ان هو بالنسبه له من خلال وجود الاخوه الفلسطينيين والمذيعين والقاهره الاخباريه ان مصر على الحقيقه ستظل القلب النابض للامه العربيه، وان الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحقيقه مش بيدافع فقط عن الامن القومي المصري اللي هو دافع عنه ببساله ووضوح في الفترة السابقة، ولكن أيضا هو صمام الأمان للمنطقة العربية ككل، وحجر زاوية ويعني ورمانة ميزان في كثير من الملفات العالمية. برضو خلينا نقول إن التاريخ هيكتب إن جهود مصر في 7 أكتوبر إن هي دي يعني هتتكتب فعلا بحروف من نور في الدبلوماسية المصرية وفي الوطنية المصرية وفي العروبة المصرية، وده اللي شفناه امبارح من إشارة البدء اللي أعطاها السيد الرئيس لاستمرار شريان الحياة الممتد من الأخت الكبرى مصر إلى فلسطين العروبة، حيث النضال والصمود الذي يعني عبر عنه السيد الرئيس بوضوح إن هو حق الفلسطينيين في الدفاع عن حقهم وعن أرضهم وتحية إجلال ومساعدة ليهم من أرض مصر من أرض الكنانة لإخوانهم في ارض العزه في فلسطين، ان احنا معاكم وان احنا بنرعى هذا الصمود ونؤيده وبندعمه، ومعكم هنا من القاهره الاخباريه، ومعكم يعني شفنا حجم السيارات المنطلقه، وشفنا نسبه مشاركه مصر اللي هي في المعونه رغم الظروف الاقتصاديه اللي موجوده فيها مصر، ان هي لم تبخل هي وابنائها لدعم الشعب الفلسطيني في غزه، اكثر من 75% من المساعدات ل 80% هي مصريه، المعبر مفتوح، مصر رفضت الاملاءات، رفضت تجويع الشعب الفلسطيني، المعبر قصف 4 مرات ورغم ذلك مصر كانت مصره على ادخال المساعدات، مصره بالحكمه القياده وصبر القياده وحزم القياده على ان هي بالنسبه لها تحط ملامح للحل، تحط ملامح وتساعد فيما يتعلق بقضيه نعم. كانت ترفض وبشده الدوله المصريه هذا العنف والصرف الاسرائيلي الذي تتعامل معه والتصريحات النازيه والفاشيه في حق الفلسطينيين. طيب اسمح لي اسالك دكتور هشام قبل ما نتخطى هذه النقطه لانها نقطه مهمه، حضرتك طبعا بتشير لما ذكره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفعاليه بالامس انه يعني مساعدات العالم مجتمعه لم تتخطى 20 او 25%، يعني نتحدث عن المساعدات طبعا المقدمه للفلسطينيين، وان مصر قامت بتقديم ما يقارب من 75 ل 80%. يعني هذا الدور المصري الذي يعادل أضعاف ما يقدمه العالم أجمع في هذه القضية، كيف ترى هذه المسألة؟ هي المسألة واضحة إن هي مصر في النهاية هي الوعاء الحاضن، مصر تستقبل أكثر من 9 مليون ضيف من خلال أزمات أحدثتها، يعني الصراعات اللي موجودة في المنطقة وتفكيك الدول الحاصل،
فمصر يعني أكثر من 10% من سكانها الآن هم ضيوف علينا، نقتسم معهم اللقمة ونقتسم معهم الحياة، رغم أن هي مصر بتحاصر اقتصاديا في المنطقة، وبدلا من دعم مصر أن هي بالنسبة لها تقوم بهذا الدور في المنطقة والحفاظ على الاستقرار، ربما هناك بعض الدول هي بالنسبة لها بتساعد وبتساهم في أن مصر يعني تكون ليست على هذه الحالة. وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم ما تمر به مصر، وليه ده هي الوعاء والأم الحاضنة لأخوانها من الأشقاء، وفي ظل هذه الظروف وفي ظل وقع سياسي معين في انتخابات، الرئيس سايب الانتخابات وسايب الترشح، وبدل ما يعمل مؤتمر رئاسي عشان الانتخابات، هو عامل مؤتمر من أجل قضية عادلة، قضية إنسانية، قضية تمس الصميم في القيم، بيدعم فيها فلسطين. يعني يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له يعني كلمة في أكثر من مناسبة أنه قضية فلسطين تحكمها عدة محددات الحقيقة، يعني بحكم الموقع الجغرافي، بحكم التاريخ، بحكم الدم والعروبة. اسمح لي أنتقل مع حضرتك للصفقة الهامة جدا التي عكفت مصر على إتمامها خلال الأسبوعين الماضيين وأكثر، بالتعاون مع قطر وبتنسيق مع الولايات المتحدة، وهي الإفراج اليوم عن 13 محتجز بقطاع غزة من السيدات والأطفال، وأن الحقيقة مصر هي الجانب المنوط به استلام هؤلاء المحتجزين عبر معبر رفح، وتقوم بتسليمهم إلى الطرف الإسرائيلي، وفي المقابل الإفراج عن 39 من السيدات والأطفال من السجون الإسرائيلية. كيف ترى يعني دور مصر في الوساطة وفي خفض التصعيد وفي عقد هدنة وصفقة بهذا الشكل، يعني ونستند إلى دورها أيضا في حروب ماضية كثيرة في غزة؟ مصر هي خبرة كبيرة في الموضوع ده، ومصر هي الجهة المأمونة وفي نفس الوقت الجهة القادرة على إتمام مثل هذه الصفقات، وهي بالنسبة لها بحكم معرفتها بالواقع الفلسطيني والثقة فيها من المجتمع الدولي وجميع الأطراف، وكذلك الفلسطينيين بتعتبر ان مصر دي اختهم الكبرى، فهي المؤهله لاداء هذا الدور على الحقيقه، وهي اشتغلت عليه صح مع قطر ومع الولايات المتحده الامريكيه لاتمام هذا الامر عبر الاسابيع الماضيه بدأب شديد، لان هي مصر كانت عايزه تضع حد للعنف والصلف الاسرائيلي، وهي مصر كانت من البدايه هي يعني شايفه ان ده المقترح اللي المفروض نشتغل عليه، مقترح التهدئه، حقن الدماء. ولكن خلينا نقول ان دايما في حاجه زي كده الجهه الموثوقه من الطرف الفلسطيني لاداء اي صفقات او التكلم عن فلسطين او التكلم عن غزه، الغزاويين بيثقوا جدا في القياده المصريه وبيحبوها على الحقيقه. يعني احنا بنشوف صور الرئيس عبد الفتاح السيسي في غزه كان جزيرتي مثلا موجوده في شبرا مثلا، ولا موجوده في اي يعني حي من احياء القاهره. مصر دولة ثقيلة، وهي على الحقيقة ما فيش حد غيرها يقدر يخلص المواضيع اللي شبه كده. ونتمنى بقى ان هي بالنسبة لها مع الجهد المصري الدؤوب المستمر عبر الأسابيع الماضية، ايضا مع كفاح الشعب الفلسطيني ان هي تترجم الهدنة وان هي تستمر وتنتهي الى وقف اطلاق النار، وان يقف هذا الدمار لكي تشرع مصر مرة أخرى عشان تبحث بقى ما بعد هذه الحرب المدمرة التي تأذى منها الشعب الفلسطيني بشكل كبير جدا، نبدأ نشوف بقى ملفات السلام وحل الدولتين، عايزين نشوف حل لما تفعله آلة الحرب والتدمير الإسرائيلية دي، نصل إلى حلول، نشوف اللي بيحصل في غزة، غزة محتاجة مساعدة ومحتاجة إعادة إعمار. فاحنا شايفين ان مصر يعني مصر هي بالنسبه لها الثقه اللي موجوده فيها سواء العالميه او الفلسطينيه او من جميع الاطراف هي مناسبه ليها على الحقيقه، هي العاقله الوحيده في هذا الاقليم، يعني الجاده المتحمله المسؤوليه اللي مش انانيه اللي مش عايشه في طرف ونعيم وسايبه اللي حواليها. مصر دوله كانت ولا زالت هي الكبرى في المنطقه، وده العنوان، اصل هو مش العنوان انك تطلع تتخيل تخيلات، هو التاريخ والجغرافيا بيقول ان دي مصر وان ده حجمها وان ده شعبها وان ده زعيمها،
يعني هي يعني احجام الزعماء اللي بهذا الحجم هي اللي بتقرا التاريخ جيدا، تحمل من القيم الانسانيه والقيم الدينيه وقيم العروبه وقيم الاخوه، عندها حساسيه لشعبها ومشاعر شعبها وجدان شعبها. هما دي القيادات اللي قادره على الفعل امثال هذه الافعال، ويوثق فيها في اداء ادوار مهمه مثل هذه الادوار. طيب دكتور هشام، اذا انتقلنا لتحليل ما يحدث على الارض يعني في غزه، مساله تبادل الاسرى كانت مطروحه قبل الاجتياح البري الاسرائيلي، هذا الاجتياح الغاشم لغزه، والحقيقه انه الجانب الاسرائيلي رفض وقال انه يعني وصرح انه سيتم تحرير المحتجزين الاسرائيليين بالقوه العسكريه. مساله العوده بعد هذا الاجتياح الى مساله يعني عقد قبول عقد هدنة، قبول تبادل محتجزين وأسرى من الجانبين، هل ينم عن فشل هذه العملية العسكرية على الأرض؟ طبعا بالطبع فشل كبير جدا، لأن هو العملية العسكرية كان واضح في النهاية أن هي إن المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي، هو مش عارف يوصل للمقاومة فبيغضبان يعني منتقم منفلت غير مرتبط بقانون دولي ولا قانون انساني، راح يموت في الاطفال والنساء ويقصف بنيه تحتيه مخالف لكل الاعراف والقوانين الدوليه. وكان الحل واضح من البدايه الذي كان يمكن ان هو بالنسبه له يقلل خسائره بشكل كبير جدا ويقلل الخسائر في والتضحيات في الجانب الفلسطيني، وهذا هو كان راي العقل منذ البدايه. هي البدايه كانت بتقول ان احنا سنصل في النهايه الى تفاوض، سنصل في النهايه الى هدنه، سنصل في النهايه الى تبادل اسرى. اصلا العمليه اللي عملها المقاومه الفلسطينيه كانت عايزه تقول ان هو وصل الوضع في الاراضي الفلسطينيه الى وضع صعب جدا، حال الاسرى يندى لهم في ظل حكومه متطرفه بن غفير وامثاله. فكنا عايزين نقول ان كانت عايزه تقول ان انا عايز احرر الاسرى والفت النظر لقضيه، يعني كان على الجانب الاسرائيلي ان هو بالنسبه له لا يتمادى في العمليه العسكريه الى هذا الحد، ولكن بقى الجنون والغضب والخوف على المصالح، وان هم بالنسبه له كل واحد خايف على المكان اللي هو موجود فيه، حكومه متشاككه ما عندهاش خبره عسكريه كانت هتضع العالم كله في مشكله كبيره. ولكن نقدر نقول ان الحكمه السياسيه اللي موجوده في الدوله المصريه وفي بعض الاطراف اللي استمعت للراي المصري والتحرك القطري الذي نثمنه وهو جيد على الحقيقه في ملف التبادل، فخلينا نقول ان احنا بالنسبه لنا دي كانت خطوه مهمه جدا. ولكن طبعا بكل الاحوال العمليه العسكريه فشلت، لان هي ادت الى يعني دلوقتي الى بدايه مشكله اقتصاديه كبيره جدا في اسرائيل، هتؤدي عندهم الى مشاكل كبيره جدا في التصورات اصلا ان هي لشكل الدوله القادم، ما عامله اضطراب اقليمي كبير جدا، تغير راي عام عالمي عليهم بشكل واضح. العالم شاف مناظر ما كانش يمكن ان يتخيلها في العصر اللي بنعيش فيه، عصر السوشيال ميديا، ان هو بالنسبه له يعني بني ادمين مرميه في الشارع يعني وناس بتدمر بلا اي انسانيه، عبر على الحقيقه على تكوين وتفكير الشكل في اسرائيل. فانت ازاي انت كنت بتعلمونا بتقول ان اسرائيل دي موجوده عشان تعلمنا الديمقراطيه وتعلمنا حقوق الانسان والتطور العلمي والتطور الاقتصادي، احنا هنتعلم ايه؟ احنا كده لو هتودونا المدرسه دي ده مش عايزين نروحها، المدرسه دي ويبين فيها ان هي مدرسه عنصريه، مدرسه اساسا دينيه متطرفه، احنا كنا بنعاني من الارهاب، الارهاب اللي هناك ده اسوء، احنا شايفين دلوقتي فين الديمقراطيه؟ فين حقوق الانسان اللي استضعتونا بيها؟ والدوله الجميله اللي احنا حاطينها في وسطينا عشان تعلمنا، عشان احنا التاريخ بتاعنا مش معلمنا، فروحنا هنتعلم ايه؟ ما لقيناش الا قتل الاطفال، قتل النساء، من البني ادمين دي حيوانات بشريه، اقصفوا غزه بالقنابل النوويه، يعني خطاب عنصري غير حضاري، ده بيفكرنا بالعصور الوسطى، يعني لو الكلام ده في العصور الوسطى ما كانش يحتمل، فما بقى دلوقتي في العصر الحديث. فاحنا عايزين نقول لا، احنا ايها العالم بقى المتحضر المفروض تاخدوا اسرائيل المدلله الدلوعه بتاعتكم دي تاخدوها تاني تدخلوها المدرسه من جديد، لان دي عايزه تتعلم اصلا انسانيه، تتعلم يعني ايه بني ادمين، يعني ايه انسان،
يعني ايه حضاره، يعني ايه ان هو الواحد حتى لو دخل حرب، الحرب دي ليها معنى. انت على اقل حد الدمار على القد اللي بيحقق لك الاهداف، انما بهذه الطريقه احنا شفنا طبعا لا فشل كبير جدا في العمليه العسكريه. واول فشل ان احنا بالنسبه لنا كشعوب بقى عندنا لا يدع مجالا للشك، ان احنا القيم بتاعتنا اللي احنا بقى جايين بيها القديمه العربيه الاصيله اللي بتحترم المراه، اللي شايفه في قدسيه للطفل، عدم الافراط في استخدام القوه، ان حتى عدوك انت بالنسبه لك لما تشوفه في ارض المعركه وهو مريض او ان هو جريح انت بتاخده وتشيله، طريقه معامله الاسرى في عندنا احنا قواعد. لا طبعا هو يعني الحقيقه انه يعني ما يحدث على الارض من استهداف لاطفال ونساء ومدنيين وصحفيين ومسعفين، ويعني مساله ان المستشفيات هي اهداف استراتيجيه لاسرائيل، هذا امر يعني مخالف تماما لكل اعراف الانسانيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه على هذه المداخله، شكرا جزيلا لك.